مشاهدينا، خلونا ننتقل لتقرير ثاني وهو عن الشوكولا التركية. نحن بنعرف أنه الشوكولا هي المشهية كيف ما كانت نوعها، كيف بقى إذا كانت تركية وسادة وبدون سكر. طبعا الشوكولا بتنأكل كيف ما كانت، سواء كان من نوع السائل أو كان من نوع القوالب. وكمان هي بتدخل بصناعات، انه مثلا بصناعات يعني بصناعات المعجنات، او بنشوف جاتو بالشوكولا، بنشوف احيانا بسكوت بالشوكولا. هي من نوع المشهي طبعا حسب الشخص اللي بحب الشوكولا، واللي انا من النوع اللي بحب الشوكولا كثير، واكيد هي بتسمن، ما بنصحكم فيها دائما تاكلوها كثير. بس اذا اكلتوها دائما حاولوا تلعبوا رياضه وتكونوا متبعين لنظام الرياضه يوميا يوميا، مشان تحرقوا السعرات الحراريه اللي رح تجيكم بنتيجه الشوكولا. خلونا نتابع بالتقرير التالي صناعه الشوكولا او الشوكولا التركيه. هاي الشوكولاته تركيه طبعا، تجي من تركيا، هون ما في منها ابدا، من تركيا هاي هي النوعية. فلازم تقطعيها بالأول قطع صغيرة، بعدين بتحطيها دور من دائرة الصينية هاي، تمام. لازم تحطي درجة حرارة هيك 70-80، قد ما كان درجة حرارة أعلى كل ما كان أحسن، بس لازم تنتبهي عليها عشان ما تحترق، صح. وبتحركيها بتحركيها بتحركيها، بعدين بتحطي شوية زيت من فوق وبتكب هيك، بهذا المنظر بس. هاي اللي أنت بتقطعيها؟ إيه طبعا. وبعدين بتدوق بتحطي شوي زيت عشان يصير طعمه حلو، كمان زيت نباتي هو طبعا. وكيف يعني بتعبوها؟ انه كيف بتكون؟ انت طبعا راح يكون هون في عندك نوعين شوكولاته، هاي وهديك البني، كمان عندك هذا النوعين، بنحط هذول اثنين. هذول نفس بعض؟ لا طبعا، هذا لونه فاتح، هذا لونه غامق، اسود كثير غامق، هذا بني. هذا ساده؟ ايه طبعا ساده، ما بيجي معه اثنيناتهم ساده، بس الالوان بيختلفوا الطعم طبعا. هاي بيجي حلو، هون هذا بيجي مثل هيك فيه طعم قهوه شوي، يعني شوي تكون مره ايه شوي. بتقطعيهم هدول النوعتين وبتحطيهم بعلب تكونوا حاضرين جنبك. هلا نحن هيك بنبيعها كاسه، هاي ويا البسكت اكو، ويا الموز طبعا اكو، حسب الزبون شلون ما يحب. احنا نقطع الموز، بتحطي الموز قلبه؟ ايه بدال البسكت طبعا، نقول للزبون شو تريد، ويا البسكت ويا الموز ويا حسب ما يحب. ونحط النسترة فوق منها ونحط كلينكس وياكلها هو بالمعلقة. طيب الشوكولا لما بتعطوها بتحطوها يعني لما بتعطوها للشخص بتكون ساخنة؟ لا وسط، هي لا ساخنة ولا باردة، أصلا هي هيك سائل. هي سائل بس أنا هلا إذا طلبتها ما هي ما لا ساخنة حاليا؟ أبدا لا. فكرت إنه باعتبار إنه عم تدوب في سخونة. لا أبدا لا، ما في سخونة. طيب هدول شو وظيفتهم القهوة هون؟ القهوة هاي بنبيعها نحن طبعا بالكيلو، هاي قهوة تركية، هاي ويا الهيل هاي سادة، نبيعها بالكيلو ونبيعها هسا. إذا تحبون تشربون رح نضيفكم ضيافة، أهلا وسهلا. هاي حلقوم ويا الفستق، هاي ويا العنب الفاتح لونه فاتح، هذا العنب الأسود محشي بالجوز طبعا اثنيناتهم. هذا حلقومات كلياتها، حلقومات هاي قلبة شو فستق حلبي؟ اي هذا فستق عنتابي، عنتابي التركي هو فستق عنتابي. هاي محشي بالفندق، بندق هو، هذا هم محشي بالجوز وهذا هم محشي بالفستق. هاي حلويات، نوع من انواع الحلويات التركية، هاي يسمونها قيسي، قيسي يعني بالعربي مشمش اظن. هاي مشمش يعني مشمش، او محشي بالفستق العنتابي هم جوها. هاي بالشرزات كلها والعسل. هاي شو اسمها هي؟ هاي يعني حلقومات، هاي حلقوم حلقوم بس تركي. هذا ينباع هيك تقطع للزبون بهاي السكين، ينباع بالوزن هم بالكيلو حسب ما الزبون شي يريد. وهذا ويا الفستق العنتابي ساده 100%، هاد كل شيء ماكو بس فستق حلقوم، فستق وحلقوم بس.